للمرة الثالثة يختار الأتراك رئيسهم بواسطة الاقتراع المباشر. قبل ذلك كان يتم انتخاب الرئيس بواسطة البرلمان بعد انتخابات برلمانية، لكن في عام 2007 وبعد أزمة رافقت انتخاب الرئيس السابق عبد الله جول، جرى تعديل دستوري تم بموجبه الموافقة على انتخاب الرئيس بشكل مباشر من قبل الشعب. في عام 2014 جرت أولى الانتخابات الرئاسية في البلاد، وفاز فيها الرئيس رجب طيب أردوغان بنسبة تجاوزت 51%، وكان حينها منافسه الرئيسي أكمل الدين إحسان أوغلو الأمين العام الأسبق لمنظمة التعاون الإسلامي. في عام 2018 جرت انتخابات مبكرة وفاز فيها أيضا الرئيس رجب طيب أردوغان بنسبة تجاوزت 52%، وكان حينها منافسه الأبرز محرم إنجا مرشح حزب الشعب الجمهوري. في انتخابات 14 من مايو حصل الرئيس أردوغان على ما نسبته 49.5% من أصوات الناخبين، وحصل منافسه الرئيسي كمال كليتشدار أوغلو على ما نسبته 44.8%، ولأن أي من المرشحين لم يحصل على 50+1 وهي النسبة المطلوبة للفوز بمنصب الرئيس، جرت جولة إعادة. هذه الجولة هي الأولى من نوعها في تاريخ تركيا، وهي التي ستحدد الرئيس 13 للجمهورية التركية.